البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جبتكم معايا من زكان في الجرف، كاينه الحفله ديال بوجلود. يعني بوجلود واحد الانسان انسان عادي، يعني سماه بوجلود بحال يعني الثقافه الامازيغيه، اللي كيدوز العيد كيلبسوا دوك الجلوده ديال الحواله وديال المعزي، كيبقاو يديروا الفيستيفال والمعرض هنا بحال معرض هكا الفيستيفال. ايوا، وهاد الجمعيه اللي كاينه هنا في الشرف سميتها ايم توكال، يعني اصدقاء باللغه العربيه الاصدقاء، وشحال ايم توكال كيديروا ديما ملي كيدوز العيد كيديروا هاد الحفله ديما ديما ديما، كتشد 3 ايام هكاك 6 ايام ما نكذبش عليكم، يعني رائعه رائعه رائعه، تيكونوا فيها المغنيين المهم على حسب اش تيجيبوا. البارح داروا هو راه سميتو، اليوم قلت نتشارك معكم فيديو باش تشوفوه. هادو اللي كيغنيو هالمنصه دابا تشوفوها، وشويه غيجيو حتى داك بوجلود شوفوه، كاينه غير في المنطقه ديال الجنوب اللي كيلبسوا هاد اللبسه، على حد علمي ما عرفتش كيلبسوا مناطق اخرى في المغرب، مي حنا هادو ديما في الجنوب كيلبسوه. كاين الجرف، كاين زكان، طراس، تشيره، وديما كتدي هاد التشيره، يعني بحال قلتي كل حي كيدير بوجلود ديالو وكيلبسوه وكيتنافسوا، في الاخر كيديها واحد فيهم. ها انتم معايا، نعاسي وسخ الطالب لي تسجيع إذا قلت لي وسخ الطالب أجي نجي عمل واحد لقشال هذا عيالتي قاسي لنا ها هو بوجلود البنات، هذا هو بوجلود اسمي حمزة، وحمزة أش كنت نصور عليك جمعات مغارت، أنا قلت جمعات مغارت I'm gonna make you mine.
Thank you.
بطبيعة الحال غادي نسلم المشاهد هذا الشاب وتخدير وتذكار الأحسن الثاني أحسن مجلود حاضر معنا بطبيعة الحال بهذا اللباس الزوين هنا كنناديو على الموديل ديالهم ولا واحد من الشباب اللي غادي يمثل مع الجمهور ديال الجرف حاضرة من خلال تنظيم هذا الحدث كذلك. اذا اكيد الالبوم الاخير شكون عارفو؟ اكيد راه المجموعة غنية عن التعريف. او لا لا الالبوم الاخير غادي تكتشفوا ربما يا مازال ما تعرفش راه غادي تكتشفوا معنا غادي نديروا الان طرح شعبي قبل ذلك غادي نبغي واحد التصفيقات حارة كلشي المجموعات معكم هذه الحفلة ديال بوجلود ديال الجرف كيديروها كل عام وبسلامة عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله بسلامة.